ما الأوقات المستحبة للحجامة عن نافع؟ قال لي ابن عمر رضي الله عنهما: يا نافع، قد تبيغ بي الدم، فالتمس لي حجاما واجعله رفيقا إن استطعت، واجعله شابا ولا تجعله شيخا كبيرا ولا صبيا صغيرا، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحجامة على الريق أمثل، وفيه شفاء وبركة وتزيد في العقل وفي الحفظ، فاحتجموا على بركة الله يوم الخميس واجتنبوا الحجامة يوم الأربعاء. احتجموا الخميس واجتنبوا الحجامة يوم الأربعاء والجمعة والسبت ويوم الأحد تحريا، واحتجموا يوم الاثنين والثلاثاء، فإنه اليوم الذي عافى الله فيه أيوب من البلاء وضربه بالبلاء يوم الأربعاء، فإنه لا يبدو جذام ولا برص إلا يوم الأربعاء أو ليلة الأربعاء. إذن هذا هو الوقت الذي الأوقات الذي يستحب فيه أن يحتجم الإنسان. وعن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أراد الحجامة فليتحرى 17 أو 19 أو 21، ولا يتبيغ بأحدكم الدم فيقتله، يعني يتحاصر الدم، ويكره الاحتجام يوم السبت والأربعاء والجمعة. مواضع الحجامة من الأمور الهامة التي يسأل الناس عندها بصورة دائمة هي مواضع الحجامة. لا شك أن هناك مواضع معينة للحجامة، لأن هناك أسس علمية لتحديد موضع الحجامة المناسب تبعا لظروف كل حالة صحية. أما أماكن الحجامة فهذه الصورة يبين لنا الأماكن الذي احتجم فيه النبي صلى الله عليه وسلم. الهامة هنا، الهامة منطقة الهامة، واليافوخ هنا، اليافوخ والورك الذي هو تحت، والقدم ظهر القدم. أهل الطب ذكروا 98 موضع للحجامة، وكل موضع خاص بمرض معين. يعني انظر إلى هذه الصورة أيضا، تلاحظ أنه يعني مثلا في بالنسبة لمنطقة هذه لجميع الأمراض، إذا كان عندك مشكلة في العظم تحته، الرئتين تحته، القلب تحت الرئتين، إذا كان عندك مشكلة في مكونات الدم، الكبد، الطحال، والكلية، والأمعاء الغليظة، الأمعاء الدقيقة، فالإنسان لا يمنع أنه يعمل كذا في كذا منطقة وكذا موقع من جسمه، عسى الله سبحانه وتعالى أن يفتح عليه ويسهل أمره.